حكاية من طقطق لسلام عليكم. تقول لي رأيك إيه؟ أقول لك زعلان. زعلان. أنا عايز الماتش يتلعب. مين ليه حق؟ مين ملوش حق؟ حكاية بدأت فين؟ انتهت فين؟ مشكلة في الرابطة، مشكلة في لجنة المسابقات، خطأ عند نادي الزمالك، خطأ عند الحكم، خطأ عند مين؟ مش حكايتي. أنا حكايتي ان المباراه اللي بنتشرف بيها في كل الوطن العربي في كل الدنيا واحد من اهم دربي دربيات العالم بالمناسبه مش ببالغ ديربي الاهلي والزمالك جماهيريا هو واحد من اهم دربيات العالم سيبك من قصه فنيا عشان دي تقول لي يا سلام ده في مش عارف انتر ومي... وانتر من اهم الدربيات بوكا جونيورز وريفر بلات ده من اهم الدربيات في دربيات كتيره في العالم مهمه بس ده واحد من الدربيات المهمه جدا جماهيريا مش بس فنيا مش هنشوفه بكره مش هنشوف المباراه انا بقى زعلان انا عايز اعرف مين بقى اللي يجيب حق الناس اللي بتحب الكوره جماهير الكوره في مصر الناس اللي بتحب تتابع كوره تتفرج على كوره تحلل كوره تستمتع بالكوره لما تخسرونا ماتش اهلي وزمالك مين مين هيتقال له انت غلطان في النهايه انا مستنيه اشوفها انا مش هقول مين الغلطان مش مش حكايه سنه دي انا عايز بس حد يقول لنا يا جماعه الزمالك غلطان، رابطة الأندية غلطانة، لجنة المسابقات غلطانة، لجنة الحكام غلطانة، اتحاد الكرة غلطان، أنا غلطان، هتقولنا لنا بس حد غلطان. ما هيبقاش الأمور تعدي والسلام. لأ. لأ يا جماعة ما ينفعش. ما ينفعش كل يوم، مش كل يوم، كل ساعة بنعيش نفس الأزمات ونفس المشاكل بمختلف الأطراف. بمختلف الأطراف، يعني إيه؟ يعني مش لازم الزمالك بكره الاهلي الاسماعيلي امبارح المصري بكره بعد بكره غزل المحله البيضة المحله الم... يعني الحكايه بقت دمها تقيل عايزين نتكلم كوره لو سمحتم عايزين نتكلم كوره بعدين بشوف تعليقات بعض الجماهير يقول لك الاعلام والناس وبيكتبوا وبيقولوا وبي... يا جماعه احنا مالنا؟ بجد والله الازمات اللي حوالينا دي كلها، الناس اللي الاعلام دي مالها؟ اه في فئه قليله جدا قليله جدا تحب تولعها نار اكتر، يعني لو شافت الدنيا فيها شياط كده تقول لك لا تعالى نولعها. قليلين قوي بس البقايا الناس كلها مين عايز يعمل كده؟ ما حدش اكيد يعني، محدش عايز يولع الدنيا عايزين نتكلم في الكوره ونستمتع مش اكتر من كده يعني. خير زي ما قلت يمكن في المقدمه لعل وعسى الايام اللي جايه يبقى فيها انفراجه ان شاء الله يعني طيب